يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي، حلقة نهاية الأسبوع النهاردة، حلقة يوم الخميس بتاريخ 17 نوفمبر 2022. يا رب النهاردة يكون يوم سعيد على حضراتكم، يوم مليان بالطاقة الإيجابية والتفاؤل. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين دايما، بنبدأ بفقرتنا الإخبارية. هنتابع فيها النهاردة نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، وطبعا أهم الاجتماعات واللقاءات اللي قام بيها، ونعرف تفاصيل أكتر عن هذه الاجتماعات. كمان معانا تقرير خاص بجهود أجهزة وزارة الداخلية، طبعا إلى جانب العديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مداخلات هاتفية عشان نعرف مزيد من التفاصيل، وطبعا ما يتعلق بمؤتمر المناخ COP27 هنعرف تفاصيل أكتر خلال فقرتنا الإخبارية. فقرتنا التانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية، وده يكون من خلال ضيفنا النهاردة أستاذ محمد عبد الخالق الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف. هنحلل معاه طبعا أبرز المانشيتات السياسية الداخلية وأيضا الخارجية. فقرتنا التالتة والأخيرة أعتقد فقرة مهمة جدا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، هنتكلم فيها عن الإدمان، إزاي نوعي ولادنا بالإدمان وخطورته وأسباب الإدمان، وإيه هو الإدمان، لأن في طرق جديدة كمان بقت مبتكرة، إزاي الأم والأب يكون عندهم الوعي الكافي إن هم يوعوا ابنهم ويخلوه ياخد باله أكتر طبعا في المدارس، لأنه في طرق جديدة زي ما قلت والأصحاب في المدارس، إزاي نقدر نعمل ده ونعرف أسباب كمان الإدمان ونقدر نكتشف لو ابننا وصل لمراحل يعني من هذا الإدمان. ده اللي هنعرفه النهاردة بشكل تفصيلي مع ضيفتنا اللي هتكون معانا، دكتورة أميرة الأوللي استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري. خلونا بس نخرج لفاصل في البداية مشاهدينا، ونرجع نبدأ أول فقراتنا، فقرتنا الإخبارية. خليكم معنا. بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا نبدأ النهاردة أول مداخلاتنا، ومعانا خبر خاص بأن مصر بتمطر سماءها اليوم وغدا 15 شهبا في الساعة، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أننا سنكون على موعد اليوم وغدا مع زخة شهب الأسديات. لتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل على حضرتك كل المشاهدين، واهلا بيكم، يوم سعيد ان شاء الله. ان شاء الله، اهلا بحضرتك معانا. يعني نعرف من حضرتك في البدايه يعني ايه شهب الاسديات، وهل هناك طبعا عدد محدد ليها؟ اولا خلينا نعرف يعني ايه زخات شهب بشكل عام. نعم. الشهب دايما بتنتج عن غبار واتربه جايه من احد اجرام السماويه، ممكن يكون مذنب، ممكن يكون كويكب قريب، أو من نجم بعيد خارج المجموعة الشمسية، ولما بيقترب من الأرض الأتربة والغبار بتاعه بيخترقوا الغلاف الجوي الأرض، بنشوفه اللي هو في بنظام الشهب اللي احنا بنشوفها دي، بتكون عبارة عن حبيبات رمل دقيقة جدا، بمجرد اختراقها للغلاف الجوي الأرض بتحدث الإضاءة والنور اللي احنا بنشوفه ليها، وقبل ما توصل لسطح الأرض بتكون انتهت تماما وخلص. شهب الأسديات هي ليها فترة من يوم 6 ل 30 نوفمبر، لكن الذرة بتاعتها هيبقى النهاردة وبكرة إن شاء الله، ودي حوالي 15 شهاب في الساعة بنشوفهم لامعين، ودي ناتجة من مخلفات وأتربة عن مذنب اسمه تيمبل تيتل، ده تم اكتشافه سنة 1865. طب نعرف من حضرتك التوقيت الأفضل لمشاهدة طبعا هذه الشهب، وسؤالنا طبعا هل ممكن ان احنا نشوفها بالعين المجردة؟ بدون شك اي ظاهرة فلكية بتظهر في السماء ليلا يفضل طبعا نشوفها في اماكن مظلمة بعيد عن الإضاءة الشديدة. زخات شهب الأسديات يفضل رؤيتها بعد منتصف الليل طبعا في المكان المظلم، وبترى بالعين المجردة، مش محتاجة كاميرات ولا عدسات ولا أحوال، طبعا معاه يعني كاميرا بريزوليوشن عالي بيصورها بوضوح عالي جدا جدا. هي. طب السؤال الأبرز يا دكتور، هل ليها أضرار؟ لا إطلاقا، زي ما قلت حضرتك هي يعني ذرات أتربة
او الرمال، بمجرد ما بتخترق الغلاف الجوي الارض بتحترق، وده اللي بنشوف الاضاءه بتاعتها. لكن قبل وصولها لسطح الارض بتكون انتهت تماما، بتكون يعني زي التراب الخفيف، ملهاش اي تاثير سلبي لو وقعت على الارض او على الانسان او اي حاجه. وبرضه يمكن بعض الناس كانوا بيروجوا في حين يعني في وقت سابق ان ممكن زخات شوب بتكون تسبب حرائق في الغابات او كده، ده اطلاقا مش صحيح، ملهاش اي تاثير سلبي تماما يعني. مش حقيقي يعني، طبعا كل اللي بينزل على السوشيال ميديا والاخبار اللي بنقراها ده مش حقيقيه. ده مش حقيقي. اتمنى يعني الجميع يستمتعوا برؤيتها ومشاهدتها. بالظبط، احنا محتاجين نفهم ثقافة ان احنا لازم نستمتع بالحاجات دي، ويعني ده مش بيحصل كل يوم، ده ليها فترات معينة. طب خليني اسأل حضرتك يا دكتور كمان عن يعني ايه اللي بيميز هذه الشعب تحديدا، وبنسمع كمان ان ليها ذروة اعصارية بتحدث كل فترة. احنا طبعا عندنا على مدار العام عدد من زخات الشهب المعروفه ومشهوره ومعروف او محدد مواقفها، لكن يمكن زخه شهب الاسيديات بالرغم ان احنا عندنا الفتره الحاليه اللي هي الذره بتاعتها، لكن بيجي فترات عليها حوالي كل 30 سنه بيبقى فيه نظام اعصار. احنا عارفين الامطار العاديه، المطر العادي اللي هو الميه العاديه في الاوقات الطبيعيه مطر عادي، لكن في اوقات بيكون في اعاصير وطوفانات بيبقى ايه المطر شديد. كذلك في زخات شهب الاسيديات كل فترات تتراوح كده من 30 ل 32 سنه بيبقى فيه زي اعاصير. كان اخر مره فيها اعاصير او شهب اعصاريه للاسيديات كانت 2001. احنا يعني متوقعين ان ممكن مثلا في خلال يمكن 10 سنين كمان ولا حاجه تكون ذروه اعصاريه، وطبعا بيكون فيها اكتر من مئات الشهب بيتساقط في وقت واحد. لكن بنأكد تاني دي ملهاش اي اثار سلبيه على الارض، اي اضرار. بنتمنى الناس تستمتع بهذه الظاهره النهارده وبكره. انا بشكر حضرتك جدا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور طبعا على هذه المعلومات. نروح مع حضراتكم لنشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وده بالتنسيق مع كافة جهات الدولة مع أو من وزارات وهيئات حكومية بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلا عن إجراءات التنمية أو تنمية موارد الصندوق وحوكمة ألياته كمان المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين. خلينا نتابع تفاصيل أكتر لهذا الاجتماع في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضرتك. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء ولواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلاً عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين. وقد وجه السيد الرئيس بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديراً من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم. كما وجه السيد الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.
برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا يعني نتكلم بشكل تفصيلي طبعا عن مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، ونروح لجلسة فعاليات اليوم الرئاسي للمرأة اللي كانت امبارح خلال طبعا فعاليات وضمن مؤتمر المناخ كوب 27. الدكتورة مايا مرسي بتشهد حضور جلسة سبل عيش المرأة في الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر. لتفاصيل أكتر عن هذه الجلسة احنا معانا عبر الهاتف دكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المحافظات بالمجلس. صباح الفل يا دكتور. أهلا، صباح الخير. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور. نعرف من حضرتك طبعا في البداية أهم المناقشات ويعني الحوارات اللي دارت خلال الجلسة بالأمس. طبعا اليوم الرئاسي بتاع يعني في إطار المؤتمر المناخ كوب 27 كان في يوم رئاسي مخصص للمرأة، خاص بقى بكل الفعاليات اللي بتخص المرأة على مستوى العالم. طبعا كان هناك حضور للمرأة من كل الدول. مصر كانت بتتحدث بصفتها الدولة المضيفة، أيضا بتتحدث باسم الدول الأفريقية، باسم قضايا المرأة الأفريقية، باسم أيضا تم يعني تقديم مقترح أو مبادرة المجلس القومي للمرأة اللي خاص بالمرأة الأفريقية وتمكينها، واللي من مدخل العدالة المناخية. حضرتك عارفة أن المرأة هي هتكون أو هي أكثر من تأثر بموضوع التغيرات المناخية، باعتبارها أن هي موجودة داخل البيت وداخل العمل، وأن هي مسؤولة على محور الأسرة والمجتمع، وبالتالي التأثير على المرأة هو أكثر. وفي نفس الوقت المرأة في كثير من البلدان لا تجد الحقوق اللي يمكن أن تمكنها أن تكون أو تستفيد من موضوعات المشروعات اللي خاصة بالتمكين الاقتصادي، خاصة المشروعات الخضراء. مبادرات المجلس القومي للمرأة واللي خاصة بالتمكين المرأة الأفريقية اعتمدت على عدة محاور، وطبعا يمكن المحاور اللي احنا دايما بنتحدث عنها هي محور دور المرأة في المواجهة، دورها في الصمود، دورها أيضا في التكيف، دورها في التعامل مع التغيرات المناخية، وإزاي هتتعامل في خلال المراحل القادمة مع هذه التغيرات. يمكن الموضوع الخاص بالصناعات الخضراء والتمكين الاقتصادي للمرأة أصبح مقترن بموضوع التغيرات المناخية، موضوع أيضا العدالة المناخية وكيف حق المرأة في التدريب والاستفادة من البرامج التي ستتاح من أجل عملية التمكين ومواجهة التغيرات المناخية، هتكون فرصة كبيرة جدا أن المرأة هتستفيد منها، ويبقى فيه ليها دور في موضوع التعلم والتدريب والاستفادة من هذه المبادرة. طب دكتور سهام، بشكل تفصيلي طبعا نعرف من حضرتك دور المرأة في التغير المناخي خاصة في الريف المصري، طبعا المناطق الصحراوية كمان. بالتأكيد يمكن في المناطق الريفية والمناطق الزراعية والمناطق الصحراوية المرأة بيكون يعني بتتأثر أكثر، يعني مختلف التأثير عن المدن، لأن هي فعلا بتواجه التغيرات المناخية من خلال دورها وممارستها العملية داخل المجتمع، سواء كانت في الحقول الزراعية، أو سواء كانت في المصانع، سواء كانت في المناطق الصحراوية اللي فيها ندرة من الموارد زي ندرة المياه، ندرة الكثير من المقاومات الحياة الأساسية. وبالتالي هنا يعني بتواجه المرأة أو بتجابه التغيرات المناخية بشكل مباشر، وبالتالي أصبح هناك لابد أن يكون هناك فرص بقى زي ما أنا قلت، العدالة، حتى العدالة في توزيع الفرص داخل المناطق، يعني حق المناطق الصحراوية والمناطق الريفية، حق المرأة في هذه المناطق في موضوع العدالة المناخية، موضوع كمان التدريب، الاستفادة من البرامج اللي حتتاح من أجل تمكين النساء في مشروعات المشروعات الخضراء، نوعية المشروعات الخضراء اللي هي بتناسب كل بيئة وكل منطقة
المنطقة برضو ممكن توظيف بعض أو كثير من منتجات البيئات المحلية بحيث أنها تصطف تحت مصفوفة المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة. أعتقد أن الموضوع ده محتاج يعني برنامج كبير يوزع على كل مستوى المحافظات. وزي ما قلت لحضرتك أن مصر مش تحدثت على المرأة في مصر فقط، ولكن تحدثت عن المرأة الأفريقية في كل عموم أفريقيا، يعني تحدثت باسم 54 دولة أفريقية فيها نساء بيواجهنا كثير من التداعيات التغيرات المناخية. صحيح. طيب دكتور سهام، أخيرا وبشكل عام، أهم خطط المجلس القومي للمرأة طبعا بكل فروعه من خلال كل فروعه لتعريف المرأة بأهمية الصناعات الخضراء والمصنوعات كمان صديقة البيئة. طبعا في المؤتمر كان في هناك ركن للمجلس القومي للمرأة بيقدم النماذج الرائدة في موضوع الصناعات الخضراء وإدارة المخلفات وكيف التعامل مع هذه الأشياء بشكل آمن، بشكل يكون صديق للبيئة. طبعا المراحل السابقة احنا كنا عاملين على مستوى كل المحافظات يعني حملة كاملة وبرنامج كامل على موضوع التغيرات المناخية ودور المرأة فيها، سواء كان دورها داخل البيت أو دورها في المنطقة في الحي في مكان العمل، دور المرأة في عملية التوعية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، دورها في الريادة في عملية العمل المناخي، لأنه العمل المناخي أصبح يعني موضوع قضية يعني قضية عالمية وقضية محلية، يبقى إزاي المرأة يكون لها دور رائد في هذا الموضوع، توعية الأسرة والأبناء، توعية عملية بقى ترشيد الاستهلاك حتى داخل الأسرة نفسها، دي كلها أدوار كثيرة جدا. مجلس قومي المرأة قام ببرامج كثيرة جدا من خلال حملات توعية، من خلال زيارات، من خلال ندوات ومحاضرات في كل المحافظات. طبعا الموضوع مستمر، وأنا في رأيي أن ما بعد كاب 27 سيكون أكثر ثراء، لأن إحنا في الآخر دلوقتي إحنا بنحصد نتائج اللي هو المؤتمر، وبالتالي تطبيقه على أرض الواقع هو المهم في المرحلة القادمة. حقيقي بشكر حضرتك جدا، وحقيقي المجلس القومي للمرأة بيقوم بدور كبير جدا. بشكرك جدا دكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المحافظات بالمجلس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور. نروح مع حضراتكم ومعنا تقرير خاص بأجهزة وزارة الداخلية بتحبة محاولات لجلب وترويج المواد المخدرة بمضبوطات تقدر بقرابة 320 مليون جنيه. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل باقي مداخلاتنا. تتوالى الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية في إطار تصديها لجرائم جلب وتهريب المواد المخدرة للوقاية من أخطارها وتأثيراتها السلبية على المجتمع والشباب. في هذا الإطار رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة نشاط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في جلب مخدر الآيس الخام، متخذين من نطاق قسم شرطة بولاق الدقرور بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. يحمل عناصر التشكيل جنسية إحدى الدول. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم 200 كيلوغرام من مخدر الآيس وعملات أجنبية ومحلية. وبعد عمليات تتبع ورصد مستعينة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي عناصر التشكيل والمسؤولين عن عمليات توزيع المواد المخدرة داخل البلاد وبحوزتهم 55 كيلوغرام من مخدر الآيس و31 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأقراص وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وسيارتان ودراجة نارية وأشغالات ذهبية ومبالغ مالية من عملات متنوعة وقطع سلاح ناري. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب257 مليوناً
و200 ألف جنيه. واستكمالاً لتلك الضربات التي تهدف لإجهاض محاولات الجلب والتهريب، تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية من إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بنطاق مركز شرطة القنطرة شرق لترويجها على عملائه بنطاق محافظات الجمهورية. واستخدم العنصر الإجرامي إحدى سيارات النقل بفنطاس إمعاناً في التمويه للإفلات من الرصد والمتابعة الأمنية، لكن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك، حيث تم تتبع خط سيره ونجحت في ضبطه. الأجهزة الأمنية استخدمت التقنيات الحديثة حتى تمكنت من إحباط هذه المحاولة رغم كافة الاحتياطات التي اتخذها عناصر التشكيل للإفلات من الرصد الأمني. وتمكنت من ضبط كمية من مخدر البانجو تزن طنين وضبط نصف طن من مخدر الحشيش و250 كيلوغرام من مخدر الهيدرو. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 43 مليون و250 ألف جنيه. كمية كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة تعكس قوة الضربة الأمنية ويقظة الأجهزة الأمنية العين الساهرة على حماية البلاد من كافة محاولات إغراقها بهذه السموم القاتلة التي تستهدف النيل من الشباب والمجتمع والاقتصاد. برحب بحضراتكم مرة تانية. استكمالا للحديث عن الطاقة الخضراء، زي ما كنا بنتكلم، بتعد مصر من الدول التي تبذل جهودا نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وده طبعا بهدف خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة. تفاصيل اكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتورة ريم عصام بدير، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور ريم. يعني نعرف من حضرتك في البداية طبعا أهم الخطوات الفعلية اللي اتخذتها مصر نحو تقليل استيراد الكربون وكمان الاتجاه لمصادر الطاقة المتجددة. أكيد، بس في البداية اسمحي لي أهني حضرتك وأهني الشعب المصري بنجاح مؤتمر المناخ. أكيد. على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الأممي مصر ظهرت في أحسن صورة لها في مدينة السلام في شرم الشيخ. مصر خفضت استهلاك الفحم بنسبة أكبر من 62%، وارتفع توليد الكهرباء عبر عناصر أو آليات الطاقة المتجددة. كل ده ساعد على خفض انبعاثات الكربون دايوكسيد أو ثاني أكسيد الكربون زي ما حضرتك قلتي بنسبة 10 مليون طن خلال عام 2021. تضمنت برضو الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية اللي أطلقتها مصر السنة دي حوالي إطلاق حوالي 26 مشروع ذو أهمية أو أولوية لنحو الاقتصاد الأخضر بقيمة 14.7 مليار دولار. تتوزع المشروعات دي من مشروعات في مشروع ضخم بيتعلق بإنتاج الطاقة النظيفة ب 10 مليار دولار، وخمس مشروعات أخرى في قطاع الأمن الغذائي ب 3.5 مليار، وثلاث مشروعات في قطاع الأمن المائي ب 1.5 مليار دولار. مصر من الدول اللي بتبذل مجهود كبير نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ده بهدف خفض انبعاثات الضارة للبيئة بالتوازي مع تقليل فاتورة استيراد الدولة المصرية للمشتقات البترولية. مصر جت في المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، والأولى على مستوى الدول العربية. سجلت مصر إنتاج طاقة أو كهرباء بأساليب طاقة متجددة أو بآليات طاقة متجددة خلال العام الماضي حوالي 10.5 تيرا وات في الساعة، لما نيجي نقارنها بالعام اللي فات حوالي 9.7
من 10 تيراوات في الساعة. بشكل عام يا دكتور، استراتيجية مصر نحو الاتجاه للاقتصاد الأخضر عاملة ازاي؟ والله مصر كانت في فكرة مصرية بإنشاء منصة وطنية نحو التحول الاقتصاد الأخضر، هدفها جذب حجم الجهود الدولية نحو تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر. طبعا في مؤسسات دولية وبنوك دولية بتدعم الدول اللي عندها رؤية ان هي تتحول الى جرين ايكونومي وتبقى اقتصاد اخضر ومواجهة التحديات المناخية زي مصر، بتمنحها القروض والتسهيلات الائتمانية. في برنامج نوافي اطلقته وزارة التعاون الدولي في يوليو الماضي، ده مشروع وطني ومنصة وطنية جزء من استراتيجية الوطنية بتاعت التغير المناخي للدولة المصرية 2050، وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. دي رسالة مصرية لجميع دول العالم تدعو للتعاون من أجل حشود من أجل حشد المجهودات الدولية لتمويل المشروعات الخضراء. هي بالإنجليش اسمها From Pledge to Implementation Egyptian Nexus for Water, Food and Energy، اللي هي بالعربي نحو الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من التعهدات إلى التنفيذ، يعني From Promises to Implementation. نعم. جدير بالذكر ان في اصلا كانت مجموعه الدول السبع اللي هي جي 7 كان عندها مبادره لتشكيل منصه برضه للتحول الاقتصادي الاخضر والتحول العادل بقطاع الطاقه. دي كتير من الدول عملت سيميوليشن ليها ونفذتها على مستوى اقليمي او مستوى محلي. في دول نجحت، في دول تعثرت. مصر خدت الفكره وشافت تعلمت بقى من نماذج الدول السابقه لتلافي تلك التحديات، واطلقنا المنصه دي اللي هي المنصه الوطنيه لدعم التحول الاخضر. نعم. طب دكتور، اخيرا بشكل تفصيلي نعرف من حضرتك ابرز مشروعات المنصه الوطنيه للمشروعات الخضراء. اكيد في مشروعات كثيره، منها المنصه دي بتعمل على تحفيز التمويل، توفير تمويل للمشروعات الخضراء الصغيره. برضو بوفر تعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر، تعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة والمجتمعات الريفية، توسيع نطاق نظام الري بالطاقة الشمسية وإنشاء نظام مبكر للإنذار، حجز التمويلات المناخية والاستثمارات الخاصة لدعم جهود التحول الأخضر. في برضو مشروعات خاصة بالعمل المناخي بتماشي مع استراتيجية المناخ بتاعت مصر أو بتاعت العالم كله 2050. صحيح. وأخيرا يعني بتدي الدعم الفني في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء بمتواشى مع الاقتصاد الأخضر. نعم. حاجة أخيرة بس، إن أهمية الطاقة المتجددة هي بتربط على الطموح المصري. إحنا عندنا طموح بزيادة نسبة الطاقة النظيفة. نعم. في جميع العمليات وتوفير احتياجات الأساسية للمواطن المصري بشكل جرين أو بشكل أخضر، والملف ده لازم نشهد إن هو أخذ طفرة كبيرة من خلال تنفيذ عديد من المشروعات القومية والوطنية. حقيقي. في ظل الاستراتيجية الخاصة بالاستدامة بتاعة مصر 2035. نعم. ونتمنى أخيرا يعني تنفيذ التوصيات اللي هيخرج بها مؤتمر المناخ كوب 27 بشكل سريع عشان نقدر نحس بهذا الإنجاز. أنا بشكر حضرتك. أكيد. جدا دكتورة ريم عصام بدير، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المداخلة. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نكمل باقي مداخلاتنا، خليكم معنا. تستضيف مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة. سارعت مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة
ومواجهة تغير المناخ. مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ. بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه. تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس بالنظر لوضعها الخاص وحجم التحديات التي تواجهها. مرة كمان برحب بحضراتكم مشاهدينا. وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائياً على مشروع قانون خاص بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 لسنة 2017. تفاصيل أكتر عن هذا القانون احنا معانا عبر الهاتف سيادة المستشار نجيب ميلاد المحامي بالنقد والدستورية العليا. صباح الخير سيادة المستشار. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. تحياتنا لحضرتك في البداية. سؤالنا لحضرتك يعني هل سيتم إلغاء القانون القديم ويصدر القانون جديد ولا دي مجرد تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي؟ لا هو مجرد تعديلات زي ما حضرتك ذكرتي. هو القانون صدر سنة 2017 وكان الهدف من القانون هو منح حوافز وضمانات للمستثمرين لتشجيع المستثمرين في الاستثمار في مصر. وكلمة مستثمر عشان دايما الناس بتفتكر معنى مستثمر ان هو لازم يكون اجنبي. المستثمر في القانون ايا كان يعني مصري او اجنبي انت تعتبر مستثمر وتقدر تستفيد من الحوافز والضمانات اللي اعطاها القانون. نعم. القانون لما جه في 2017 قسم الحوافز والضمانات للمستثمرين حسب المكان وحسب النشاط. يعني قال اللي هيستثمر في الأنشطة اللي هي 1-2-3 هياخد الضمانات والحوافز دي، واللي هيستثمر في الأماكن معينة هياخد الحوافز والضمانات دي. كان الهدف منها ان هو عايز ينمي مناطق معينة محتاجة مشاريع محتاجة استثمارات،
وعايز يشجع المستثمرين على الاستثمار في أنشطة هتفيد الدولة، أنشطة استراتيجية هتشيل أعباء من على كاهل الدولة إن هي لو قامت بيها بنفسها. ففي المقابل أنا بديك ضمانات وحوافز عشان أشجعك إن أنت تقوم بالاستثمار في الأنشطة المعينة دي اللي هي كلها أنشطة استراتيجية للدولة يعني. نعم. طب سيادة المستشار، السؤال الأبرز، هل في شروط للاستفادة من هذه الحوافز؟ عفوا. طبعا أهم الشروط، طبعا القانون لما صدر ما صدرش يعني الحوافز والضمانات دي مش بشكل مطلق أو لمدة مطلقة، لا هو كانت محددة المدة تنتهي في سنة 2023، فمن ضمن التعديلات إن هو تم مدها لسنة 2029. أوكي. فبالتالي انك خلال الفتره دي لو قمت بالانشطه دي تقدر ان انت تستفيد بالحوافز والضمانات، اللي هي مثلا منها انك انت بيبقى في خصم في الضرائب يوصل ل 50% على صافي ارباحك، خصم من على الجمارك، تخصيص ارض المشروع، كل دي ضمانات وحوافز ليك. من ضمن الضمانات ان انت مثلا لو مستثمر اجنبي تقدر تحول ارباحك للخارج بدون اي مشاكل، مفيش حاجه اسمها يتحجز عليك او ان انت يصدر لك قرار بتأميم. كل دي كانت حاجات بتخوف اي مستثمر، خاصه المستثمر الاجنبي لما يجي يستثمر في مصر ان هي تحصل له، فالقانون كان بيطمنه من الحاجات دي. فكمان في الرخصه الذهبيه، يعني طبعا كلنا سمعنا عنها في تصريحها سيادة الرئيس، رخصة ذهبية. نعم. اللي هي تمنح خلال 3 شهور لو قمت بالمشروع أو استثمرت أو أنشأت شركة تستثمر في الأنشطة المحددة في قانون الاستثمار، خلال 3 شهور الجايين هتحصل على الرخصة الذهبية اللي هي تبقى رخصة واحدة لكل النشاط بتاعك، يعني لتأسيس الشركة ولتخصيص الأرض وجميع الجهات الحكومية كلها في رخصة واحدة. ده حاجة نوع من التسهيل و بالظبط، والترسيخ للامركزيه والتحفيز كمان يخلي الشخص عايز يقدر يستثمر، يعني يقدر يعمل ده طبعا. وبيدي احساس للمستثمر ان الدوله فعلا جاده في ان هي تشجعه وبتقول له تعالى استثمر، لانك استثمارك ده هيفيدك وهيفيد الدوله، فيحس ان في خطوات واجراءات جاده الدوله بتقدمها له عشان يقدر يستثمر هنا وهو في امان ومطمئن على فلوسه، لان هو اهم حاجه بالنسبه له انا عايز احط فلوس او استثمر في بلد ببقى مطمن ان مفيش يعني مشاكل هتحصل لي او الاجراءات بالنسبه لي سهله ما فيهاش مشاكل او تعقيدات، ودي كانت مشاكل سابقه اللي كانت بتعوق الاستثمار يعني بشكل عام. طب بشكل عام سياده المستشار، زي ما حضرتك بتقول فعلا كان بيعوق الاستثمار، ان الناس دايما بتفكر انه مفيش تحفيز، الموضوع بيكون صعب. الثقافه دلوقتي المنتشره والموجوده عن الاستثمار، الناس شايفه انه بقى في تسهيلات، بقت عارفه ان في تحفيز، بقت عارفه ده، يعني عارفين ان في حاجه اسمها الرخصه الذهبيه، ده معروف دلوقتي بالنسبه للمستثمر. طبعا وزاره الاستثمار كمان بتقوم ب مش هقول نوع من الدعايه ولكن من التعريف، عامله موقع خاص، عامله حاجه عليه اسمها الخريطه الاستثماريه. الخريطه الاستثماريه دي حط عليها المواقع او الاماكن المتاح فيها الاستثمارات وايه انواع الاستثمارات المناسبه ليها، ودي حاجه يعني حاجه رائعه ما كانتش موجوده قبل كده. يعني انا لو مستثمر ومش عارف استثمر فين او استثماري ده ايه المكان الامثل اللي انا استثمر فيه في مصر، اقدر اخش على الخريطه الاستثماريه دي واعرف مثلا ان انا لو هستثمر في محافظه زي محافظه اسيوط او محافظه سوهاج ايه انسب استثمار او انسب نشاط ان انا اسسه هناك مثلا، وايه الاراضي المتاحه مثلا في المحافظه دي بالظبط، وايه الاجراءات. فده سهل كتير جدا، انا بعرفك كل حاجه، بقت الخريطه مفتوحه قدامك وبتسهيلات رائعه. انك انت خلاص عرفت المكان فين، بقت النهارده خصص لك في اماكن كمان مخصصه مجهزه، يعني حضرتك تشتري ارض عليها مثلا المصنع بتاع حضرتك مجهز، انت بس تروحي تاخدي الرخصه وتبتدي نشاط مباشره. نعم. فكل الكلام ده ما كانش موجود في السابق، انت كنت بتعاني قبل كده انك انت تعرف فين المكان ولا تستثمر فين ولا الاجراءات تمشي ازاي، وتقعد من جهه لجهه 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 عشان تاخد اوراقك. النهارده حضرتك من مكان واحد بتطلع كل الاوراق الخاصه بيك علشان اسهل عليك واقول لك تعالى اتفضل استثمر وتفيدني وتفيد نفسك يعني.
صحيح، حقيقة التيسيرات والتسهيلات يعني بتشجع كل الأشخاص اللي بيسمعونا إن هم يبدأوا يفكروا في مشروع عشان يستثمروا في بلدهم بشكل كبير. بشكر حضرتك جدا سيادة المستشار نجيب ميلاد المحامي بالنقد والدستورية العليا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة المستشار على هذه المداخلة، شكرا لحضرتك. نروح مع حضراتكم ونقرأ مع حضراتكم المقالة الإسبوعية لنيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في جريدة المصري اليوم بعنوان أهواك يا مصر. الوطن مصر دائما وأبدا في قلب كل مصري، عاش على ترابه وبوجه خاص، هو جزء لا يتجزأ من قلب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فتصلي من أجل كل قادته وشعبه، مداخله ومخارجه، أرضه ونهره، زروعه وثماره، وأيضا سلامه ورخاؤه. وقد ظهرت محبة الوطن على مر تاريخ الكنيسة وأبائها البطارقة سارية في دمائهم سريانا، فلا ينسى التاريخ رفض البابا بطرس الجولي حماية قيصر روسيا لمسيحي مصر قائلا أنتم تعيشون تحت رعاية ملك يموت، أما نحن الأقباط فنعيش تحت حماية ملك لا ولن يموت إلى الأبد. وحين شكروا محمد علي حاكم مصر أجابه لا تشكر من قام بواجب عليه نحو بلاده، كما لا ينسى تلبية البابا كيرلس الرابع لطلب سعيد باشا بسفر بلاد الحبشة لإزالة خلاف بين حكومتها والحكومة المصرية وحله المشكلة، ولا ينسى رفض البابا كيرلس الخامس عرض المندوب السامي البريطاني حماية أقباط مصر قائلا لن نطلب حماية نحن الأقباط إلا من الله ومن عرش مصر. واليوم ونحن بين ذكرى تجليس المتنيح البابا شنودة الثالث في 14/11/1971 ميلاديا وتذكار جلوس قداسة البابا تودروس الثاني في 18/11/2012 ميلاديا أجد مصر الوطن قابعا في قلب كل منهما أنشودة وطنية تحفر على صفحات التاريخ. كانت مصر الوطن الذي يعيش في أعماق قلب المتنيح البابا شنودة الثالث حيث قال حتى قال مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. ويذكر التاريخ لقداسته كثيرا من المواقف التي تشعل أو التي شغل فيها بقضايا الوطن وهمومه، فقدم عددا من المحاضرات في المراحل الحرجة التي تعرض لها وطني، منها إسرائيل في رأي المسيحية بنقابة الصحفيين سنة 1966 ميلادية والمسيحية وإسرائيل سنة 1971 ميلادية والقدس مدينة السلام بجامعة الدول العربية سنة 1995 ميلاديا. كذلك كتب البابا شنودة الثالث مقالات وطنية عن القوات المسلحة في حربها مع المستعمر، منها إننا ندافع عن أراضينا ودفاعا عن الحق وأرض سيناء مقبرة لإسرائيليين وصهاينة أعداء المسيحية، ولا ينسى لقداسته أنه زار جبهة القتال عدة مرات قبل حرب أكتوبر وبعدها وقدم دعما معنويا وسياسيا أثنائها. كذلك دعا إلى مؤتمر شعبي لتكريم عدد من ضباط حرب أكتوبر وجنودها من المسلمين وشارك في جلسة تكريم أبطالها بمجلس الشعب وزار مصابيها بالمستشفيات. واهتم قداسة البابا شنودة الثالث بتأسيس الكنائس القبطية في بلاد المهجر وبزيارتها من أجل ربط المصريين بوطنهم وحثهم على دعم البلاد بكل السبل والوسائل. وأعلن قداسته مرات كثيرة أنه يرفض أي تدخلات أجنبية تدعو إلى حماية أقباط مصر، كقوله بالمؤتمر الصحفي العالمي سنة 1992 ميلاديا إننا بصفة رسمية لا نقبل إطلاقا أن تتدخل دولة أجنبية في أمورنا الداخلية، والأقباط في مصر لا يقبلون أبدا التدخل الأجنبي، وإن تدخلت دولة من تلقاء نفسها فسوف نعتذر عن تدخلها. وتتجسد نبضات محبة البابا شنودة الثالث لمصر في شعره أيضا حين أنشد جعلتك يا مصر في مهجتي وأهواك يا مصر عمق الهوى، إذا غبت عنك ولو فترة أذوب حنينا أقاطي النوى. ثم كانت خفقات قلب قداسة البابا تودروس الثاني أطال الله عمره مدوية بحب الوطن حين قال وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، وذلك بعد أن تعرضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهجمات شرسة من حرق كنائس عدة عقب فض اعتصامي ربعة والنهضة، مؤكدا قداسته أن الكنيسة جزء من الوطن.
والوطن دائما في قلبها. فقد أكد قداسته خلال لقاءاته خارج الوطن أن الأمور في مصر تتقدم وتتحسن. وفي لقاء قداسته وفدا من الكونغرس الأمريكي قال: حرك الكنائس جزء من هذا الثمن الذي نقدمه لبلدنا بصبر وحب. كما قال: لو حركوا الكنائس هنصلي مع المسلمين في المساجد، ولو حرقوا المساجد هنصلي احنا الاثنين في الشوارع. كذلك طالب قداسة البابا تودروس الثاني كنائس المهجر بأن تظهر حقيقة ثورة 30 يونيو سنة 2013 ميلاديا، إنها ثورة شعب سندها جيشها العظيم. ولا ينسى لقداسته حفاظه على النسيج الوطني الواحد في عدد من المواقف الصعبة، كتفجير الكنيسة البطرسية وتفجيري الكنيسة الكاتدرائية المرقوسية بالإسكندرية وكاتدرائية الشهيد مار جرجس بطنطا، حيث أكد قداسته وقوف الكنيسة المصرية إلى جانب الدولة وجيشها ورجال أمنها في محاربة ما تتعرض له البلاد من إرهاب يسعى لهدمها. أما دورة ما لا ينسى لقداسته البابا تودروس الثاني من مواقف وطنية، فكانت في موقفه في من قضية القدس حين أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا سنة 2017 بيرفض كلا من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس في تضامن كامل مع أبناء الوطن، فأكدت الكنيسة أن هذين القرارين لن يؤديا إلا إلى زعزعة السلام بالشرق الأوسط والعالم. وقد اعتذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن استقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس آنذاك خلال زيارته مصر. أما في مسيرة الوطن نحو الجمهورية الجديدة بكل ما تحمل من مستقبل مشرق للبلاد، فإن قداسة البابا تودروس الثاني دائما ما يعلن موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتأييد الكامل لمشروعات النمو والتقدم بالبلاد نحو مستقبل أفضل للمصريين جميعا، قائلا: جميعنا المصريين نعمل على بناء مصر الحديثة. والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي بإمضاء نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. تعيش وتكتب وتمتعنا دايما يا سيدنا بكتاباتك. خلينا نروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية، وضيفنا اللي يكون معانا عبر الهاتف أستاذ محمد عبد الخالق الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف. خليكم معانا مشاهدين. رحب حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية من خلال ضيفنا النهاردة اللي معانا عبر الهاتف أستاذ محمد عبد الخالق الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف. برحب بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بيكي، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، أهلا بحضرتك معانا. هنبدأ أول منشطاتنا بداية مع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وده بالتنسيق مع كل جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، وده بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلا كمان عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة ألياته المالية. ووجه رئيس بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى القوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم. نتكلم مع حضرتك يا أستاذ محمد بشكل تفصيلي طبعا عن هذا الاجتماع وأهمية طبعا متابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشاط صندوق تكريم الشهداء. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تأسيس الصندوق في 2018 هي الصراحة كانت لفتة تكريمية لناس ضحوا بنفسهم سواء بأرواحهم أو ضحوا بصحتهم في سبيل الوطن. نعم. وكان كمان من أهدافه المهمة قوي نفسيا بعيدا حتى عن الأهداف المادية ترسيخ قيم الوفاء للشهيد والأسرته. مصر دولة بتقدر وتكرم أبنائها المخلصين اللي بيضحوا بحياتهم وبيضحوا بصحتهم علشان استمرار الوطن ده قائما. فسيادة الرئيس امبارح في الاجتماع بتاعه يعني حرص من أعلى قيادة في الدولة اللي هو رئيس الجمهورية على متابعة ما يتم تقديمه للشهداء وأسرهم وأبنائهم. طبعا يعني ادى اوامر بدراسه التوسعه في ضم المزيد من الاعضاء للصندوق ده وصولا الى تقريبا اول حرب في العصر الحديث، حرب 48، حرب فلسطين اللي راح ضحياتها يعني كثير من الشهداء المصريين. تقديم خدمات لاسر الشهداء سواء خدمات على مستوى التعليم لابنائهم، منح فرص يعني ان هم ياخدوا دورات تدريبيه، منح تعليميه في جامعات ومعاهد خاصه، انفاق عليهم يعني في كل مناحي الحياه الصحيه الاجتماعيه، كل دي امور انا شايف انها ضروريه جدا لاستمرار مسيره الوطن واستمرار الابناء في تقديم خدماتهم ليه. بالاضافه كمان لان كان في امبارح مناقشه لمصادر تمويل الصندوق وكيفية تنميتها بالزبط. وكيفية الاستفادة بيها بأكمل وجه. احنا عارفين ان في عدة مصادر كتير سواء من الدولة او حتى بيشارك فيها المجتمع ككل، ودي برضو من الامور المهمة اللي لازم كل فرد في الوطن ده يبقى حاسس ان هو مشارك في المسؤولية ولو بقدر بسيط. صحيح. طيب من نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هروح مع حضرتك لنشاط مجلس الوزراء. مجلس الوزراء بيوافق على اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية طبعا في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية وما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحذر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع كمان عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وإلزام مشروع القرار حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية. نروح مع حضرتك طبعا لأهمية هذا القرار من مجلس الوزراء باعتبار سلعة الرز من المنتجات الاستراتيجية، وطبعا بعد معاناة احنا بقالنا فترة بنعاني من ان الرز مش موجود، بنلاقي في الماركت
وناس كتير يعني بتخزنه وناس كتير بتخبيه وناس كتير بتبيعه بسعر مغالى فيه جدا جدا. فيعني حقيقي الدولة بتهتم ان هي تتابع طبعا اهم المنتجات الاستراتيجية للمواطن المصري. رؤية حضرتك طبعا لهذا القرار؟ طبعا الامن الغذائي ده واحد من يعني اساسيات الامن القومي لاي دولة، ولما مجلس الوزراء شاف ان في ازمه ابتدى يبقى فيها شكل من اشكال الافتعال في الرز، صحيح اتدخل بشكل يعني يضبط بيه اليات السوق يعني. وده طبعا ما بيحصلش غير في ازمات او في نقص في ماده معينه او في يعني في امور خاصه يعني مش موجوده. الرز تحديدا مشكلته يعني كانت من احد اسبابها الحرب الاوكرانيه اللي شغاله، اللي للاسف اثرت على سلاسل الغذاء حول العالم. احنا كان بيجي لنا كميات كبير من الرز المستورد بالاضافه للمنتج المحلي بتاعنا. الفتره الاخيره مع ايقاف الاستيراد لفتره مع ظروف الحرب الاوكرانيه اللي اثرت على العالم كله، ابتدت الكميات اللي موجوده من الرز في البلد ابتدت تقل شويه. ضيفي ليها كمان ان في بعض ضعاف النفوس من التجار ابتدوا يلعبوا في الموضوع بشكل سوق سودا. يعني حتى وزير التموين كان ليه تصريح من يومين قال ان كل واحد كان معاه 200 ألف جنيه اشترى بيه شويه رز وخزنهم علشان يستفيد من فرق الاسعار. كل الامور دي طبعا بتاثر على السوق تاثير سيء. الدوله ما وقفتش ساكته، بسرعه اتحركت. كان في قرارات كمان سابقه لقرارات مجلس الوزراء اخذها وزير التموين، منها مثلا ان المضارب تم منع تعبئه عبوات اكتر من كيلو، يعني ما بقاش فيه فكره الشكاره اللي فيها 5 كيلو او اكتر علشان نقدر نخصص الرز الاكبر قدر من المستهلكين. بالظبط. من القرارات الثانيه اللي اتخذت هي عدم نقل الرز ما بين المحافظات، يعني كل وزاره التموين بتوزع الكميات المطلوبه في كل محافظه. فكره بقى ان انا الاقي من عربيه نقل شايله رز من محافظه لمحافظه ثانيه، ده بيبقى فيه شبهه تهريب، شبهه تخزين وخلافه. القرار الاخير اللي خده مجلس الوزراء امبارح بتغليظ العقوبه وتطبيق قانون الاحتكار او قانون يعني حبس السلع عن التداول، انا شايف ان ده هيكون ليه تاثير كبير الفتره اللي جايه دي في ضبط الاسواق شويه، لان هو قانون يعني حاسم، عقوباته بتوصل للحبس وغرامه ممكن يعني حدها الاقصى 2 مليون جنيه وحدها الادنى 100 الف جنيه. فان شاء الله الفتره اللي جايه دي هنشوف انفراده في الازمه، خاصه بعد طرح وزاره التموين كمان كميات كبيره في الجمعيات الاستهلاكيه وتحديد الاسعار بالفعل، يعني ان الحد الاقصى للسعر المعبأ هيبقى 19 جنيه او 18 جنيه والحد الادنى هيبدا من 14 جنيه في الجمعيات الاستهلاكيه. بالنسبه للرقابه يا استاذ محمد، يعني حضرتك شايف انه كان في رقابه في التوقيت اللي فات يعني قبل ما نشوف الازمه دي بشكل كبير على طبعا التجار اللي هم بيستغلوا هذه الازمه، كان في رقابه كويسه عليهم ولا الموضوع كان ما كانش في رقابه عشان كده هم كانوا شايفين الموضوع براحتهم، بيغلوا بيخبوا بيعملوا كل الحاجات الخاصه بان هم عايزين يكسبوا اضعاف الاسعار؟ لا، هو الرقابه موجوده، بس حضرتك بس ما تنسيش ان احنا سوق حره وفي يعني كل السلع بتخضع للعرض والطلب، بس لما الامور تزيد عن حدها وتوصل لمضاربات وسوق سوداء واخفاء سلع استراتيجيه يعني خاصه بالغذاء، لا هنا الدوله لازم تتدخل. وده حصل قبل كده في كذا ملف، يعني في ملف الادويه حصل من فتره وبرده الدوله اتدخلت وظبطت الاسواق والاسعار. فهو التدخل الرسمي من المستويات العليا بيكون في فترات الأزمات بس لضبط الأسعار. صحيح. طيب هروح مع حضرتك لمنشط آخر معانا خاص بمركز معلومات الوزراء، بيقول صندوق مصر السيادي أداة مصر للتحول للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة. تفاصيل الخبر بتقول نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديد بيتناول دور صندوق مصر السيادي في تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة المتجددة في المنطقة، وذلك من خلال جذب كبرى الشركات العالمية والإقليمية العاملة في المجال لإقامة مشروعات في مصر. وفي إطار ذلك فقد وقع صندوق مصر السيادي اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار مع 9 متطوعين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويأتي توقيع الاتفاقيات ليؤكد دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
ويعد صندوق مصر السيادي طبعا بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين المحليين والدوليين والدولة من خلال إزالة العوائق وتهيئة مناخ الاستثمار. وارتفع رأس المال المرخص للصندوق من 200 مليار جنيه ليصل إلى 400 مليار جنيه، طبعا مع التخطيط للوصول إلى تريليون جنيه خلال السنوات المقبلة، مما يمكنه من توسيع الشركات المختلفة أو الشراكات المختلفة. نتكلم مع حضرتك طبعا بشكل تفصيلي عن هذا المانشات، ونتكلم كمان عن فكرة الاستثمار وثقافة الاستثمار في مصر، وحضرتك شايف إزاي يعني ما وصلنا إليه في فكرة الاستثمار. هو طبعا في اهتمام كبير بالاستثمار في مصر في الفترة دي. امبارح يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي امر بانشاء المجلس اعلى للاستثمار برئاسته هو شخصيا، بيضم عدد من المسؤولين. ده بالتاكيد يعني رغبه في فتح مجالات وافق جديده لجذب استثمارات جديده في مصر. صندوق مصر السياسي هو كان من اسباب اقامته اصلا او انشاؤه من البدايه، تعظيم الاستفاده من الممتلكات الدوله المصريه او من اصول الدوله المصريه، جذب الاستثمارات وتشجيعها وتشجيع المستثمرين سواء في الداخل أو في الخارج. يعني يكون الصندوق هو حلقة الوصل بين المستثمرين المحليين والعالميين وبين الحكومة المصرية. الصندوق زي ما حضرتك تفضلتي أنشأ في البداية برأس مال مرخص ب 200 مليار جنيه، تم في خلال 3 أو 4 سنين تم صعود برأس المال المرخص ليه إلى 400 مليار، يعني الضعف بالضبط. وإن شاء الله المستهدف قدام ان يبقى راس المال للصندوق يوصل الى تريليون جنيه. طيب بالنسبه لاشتراكات الصندوق او استثماراته في الطاقه المتجدده، انا بس عايز اقول ان الصندوق السيادي هو بالفعل ليه استثمارات في الطاقه، بس الطاقه التقليديه الكهربائيه، وهو ليه حصص مشارك في 3 محطات كهرباء من انشاء شركه سيمنز الالمانيه في بني سويف وفي العاصمه الاداريه وفي البرولوس. وبالفعل ليه تجربة كمان في الطاقة المتجددة النظيفة زي ما بنقول في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. طبعا زي ما شفنا في مؤتمر كوب 27 المنعقد حاليا في شرم الشيخ، في اهتمام كبير من الدولة المصرية والعالم على الاتجاه للوقود النظيف والطاقة النظيفة الخضراء. فأنا شايف ان دي كانت فرصة عظيمة مصر قدرت الحمد لله يعني انها توقع 9 اتفاقيات مع 9 مطورين مختلفين وصلت قيمتهم 83 مليار دولار علشان يبقى في مجالات وانشاء لطاقه جديده في مصر متجدده، سواء بقى طاقه رياح سواء طاقه كهرومائيه. يعني ان شاء الله دي هتبقى استثمارات كبيره على المستوى الاقتصادي، وفي نفس الوقت هيكون ليها دور كبير في حماية البيئة من التلوثات الناتجة عن الطاقة التقليدية. طب بالنسبة لكلامنا عن مؤتمر المناخ كوب 27 طبعا بشرم الشيخ، يعني رؤية حضرتك بشكل عام للمؤتمر ومدى حققه من نجاح، وطبعا نتكلم عن أهم التوصيات كمان والمهام اللي المفروض هتصدر، يعني والتوصيات كمان اللي هتصدر من جانب المؤتمر، ومدى إمكانياتها للتنفيذ. طبعا احنا يعني شيء عظيم يدعو للفخر بيحصل على ارض شرم الشيخ من اسبوع وقدامه اسبوع كمان تقريبا ان شاء الله. نجاح منقطع النظير اشادت به جميع وسائل الاعلام وجميع الدول المشاركه، يعني دول العالم كلها ممثله على مستويات عاليه جدا، يعني من رؤساء وملوك ورؤساء وزراء موجودين. الحمد لله مصر قدرت توصل رساله للعالم كله انها دوله قويه ذات حضاره راسخه قادره على استضافه العالم كله في نفس الوقت في شرم الشيخ. المؤتمر المناخ ده مؤتمر سنوي بيعقد تابع للامم المتحده، يعني الانسان بينبه نفسه كل سنه كده وبيرن جرس انذار، خلوا بالكم الكوكب لو ما حافظناش عليه هنروح كلنا في حته مش لطيفه. فمن اهم طبعا توصياته هو تبادل خبرات الدول المختلفة في التعامل مع وسائل الطاقة والبدائل والحلول غير التقليدية اللي ممكن نستفيد بيها، يعني تبادل خبرات وتبادل تجارب، ازاي نقلل من انواع الوقود المسببة للتلوث، المسببة حتى للانهيار البيئي، حتى لو هي ملهاش يعني مش بتسبب تلوث فهي ممكن تكون الاستخدام الجائر ليها بيسبب مشاكل بيئية، بيسبب خلل بيئي في مكان ما. فطبعا يعني احنا منتظرين لسه نهايه المؤتمر علشان نشوف التوصيات النهائيه اللي هتصدر عنه، لكن هي كلها بتدور في سكه ازاي نحافظ على
الكوكب، هو المؤتمر عالمي كوني مش محلي، بيتكلم عن المشاكل البيئية والحفاظ على الكوكب على مستوى العالم كله. نتمنى أكيد يعني نتائج مثمرة لهذا المؤتمر إن شاء الله. لازم الإنسان ينتبه جيدا، لأن مش عايزين نتحول زي الطفل اللي ماسك شمعة بيحرق بيها صوابعه. صحيح. طيب خليني أنتقل مع حضرتك لمنشط آخر معانا خارجيا. البنتاغون بيقول وزير الدفاع الأمريكي ونظير البولندي بحث التقارير بشأن ضربة صاروخية داخل الأراضي البولندية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن أن وزير الدفاع بحث مع نظيره البولندي التقارير بشأن الضربة الصاروخية على الأراضي البولندية. وقال مسؤول في البنتاغون حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية أمس أن وزير الدفاع الأمريكي اتفق مع نظيره البولندي على التنسيق الوثيق مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي ناتو بشأن الخطوات المقبلة. وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قال إن رئاسة هيئة أركان القوات المشتركة بتعقد اجتماعاً وصفها بالمفتوحة لمتابعة الهجوم الصاروخي على بولندا. نتكلم مع حضرتك طبعاً عن هذا الهجوم، ونتكلم كمان عن لقاء وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره البولندي. طيب احنا أول امبارح بالليل حصل يعني سقوط صاروخين في بلدة حدودية في بولندا على حدودها مع أوكرانيا، يعني جعلتنا كنا قاب قوسين أو أدنى من حرب عالمية كانت هتضرب العالم كله. يعني لولا ضبط النفس اللي تميز به الإدارة الأمريكية وقادة حلف الناتو تم بحث الموضوع، ويعني وزارة الدفاع الأمريكية طلعت امبارح بيان رسمي قالت فيه إن الصاروخ مش صاروخ روسي، هو بالفعل صاروخ روسي صنع لكن تم إطلاقه من القوات الدفاعية الأوكرانية. سقط بالخطأ في بولندا، لكن ونفس الكلام قاله كمان مسؤول أمني بلجيكي رفيع المستوى، قال إن الصاروخ لم يطلق من روسيا وإنما أطلق من الجانب الأوكراني. يعني إحنا كنا هنروح في حتة مش لطيفة خالص بالزبط. يعني بس ربنا ستر. في الوقت اللي فيه رئيس أوكرانيا زيلينسكي بيحاول إن هو يدفع اتجاه إشعال الموقف يعني أكثر وأكثر بالزبط. بيأكد إن الصاروخ أطلق من روسيا، بيطالب حلف ناتو بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. يعني بس تم احتواء الموضوع الحمد لله، والتنسيق بين قادة حلف الناتو يعني إن هم إحنا بنأكد على دفاعنا عن أي دولة عضو في الحلف، لكن الصاروخ ده تحديدا لم يطلق من روسيا، وأنا يعني متأكد إن روسيا يعني القيادة الروسية أذكى من إن هي تورط نفسها في موقف زي ده، ملوش يعني مش هيكون ليه مردود إيجابي على العملية العسكرية اللي هي بتقوم بيها. صحيح. مش هيسبب لها أكتر من خسائر بس يعني. طيب بالنسبة كلامنا عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معانا منشط أخير. قمة الـ20 بتتبنى إعلانا ختاميا يدين الحرب الأوكرانية. تبنت مجموعة الـ20 للاقتصادات الكبرى في العالم إعلانا مشتركا لقمتها تدين في معظم الدول الغزو الروسي لأوكرانيا. ورغم الاختلافات الكبيرة تبنت جميع الدول الأعضاء في المجموعة البيان بما فيها روسيا حسبما أكد العديد من المشاركين في القمة أمس، وهو اليوم الأخير في القمة المنعقدة في منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا. وبحسب البيان الختامي أدانت معظم دول المجموعة بشدة الحرب في أوكرانيا رغم مقاومة روسيا في بادئ الأمر لهذه الإشارة، وتم تضمين موقف روسيا أيضا في البيان. ويثبت نص البيان الختامي الهجوم الروسي على جارتها بأنه حرب وليس عملية عسكرية خاصة مثلما أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رؤية حضرتك طبعا لا يعني هذا الخبر، ونتكلم كمان عن قمة الـ20. تمام. يعني هي قمة الـ20 انعقدت في جزيرة بالي في اندونيسيا، ولم يحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ارسل ممثل عن الحكومة الروسية. يعني احنا عارفين ان الاقتصاد ليس بمعزل عن الحروب وعن السياسة، يعني اي هزة امنية او قرار سياسي غير مدروس بيأثر تأثير كبير على الاقتصاد في العالم، وحرب أوكرانيا وروسيا هي كانت من أكبر الصدمات التي تلقاها الاقتصاد على مستوى العالم يمكن من 100 سنة يعني في بعض الدول. فكان طبيعي أن يتم التطرق للحرب وإدانتها ولو بشكل رمزي في بيان صادر عن القمة في نهاية فعاليتها.
طبعا ممثل روسيا كان عنده اعتراض على البيان الصادر، رافض إدانة بلاده، لكن في الآخر تم الاتفاق بين جميع أطراف على أن يتم وضع وجهة النظر الروسية داخل البيان، وبالتالي الجميع وقع عليه بما فيهم حتى ممثل روسيا. روسي بالضبط. طيب أخيرا يعني من وجهة نظر حضرتك يا أستاذ محمد، إلى أي مدى سوف تنتهي هذه الحرب، أو يعني الأيام اللي جاية فيها إيه ما بين روسيا وما بين أوكرانيا؟ والله بصي، أنا عايز أقول لحضرتك بس إن حلف الناتو وأمريكا تصدوا للغزو الروسي الأوكراني مش علشان يوقعوا هزيمة نهائية بالنظام الروسي، لكن هي كانت حرب عض أصابع زي ما بنقول. أنت ضربت أوكرانيا واحتليت جزء من أراضيها، إحنا مش هنخلي العملية دي تمر من غير ما نكبدك بعض الخسائر، على قد ما هنقدر هنكبدك بعض الخسائر. هي حرب استنزافية بين الطرفين، كل طرف فيهم بيضغط على الجانب التاني، والحقيقة الخسائر بتطول دول العالم كلها مش بس هم يعني. بالضبط طبعا، يعني ما هو كلنا تأثرنا، كل بالزبط. دولة حسب مستواها الاقتصادي وحسب قدرتها الاقتصادية. بس أنا عايز أقول لحضرتك إن أمريكا شخصيا وأكبر دولة في أوروبا اتأثروا اقتصاديا وعندهم مشاكل كبيرة. فده اللي مخليني شايف إن يعني العالم كله شايف دلوقتي إن الموضوع ماشي تجاه التهدئة، وشايف إن الكلام أكتر بقى عن مفاوضات سلام عن الكلام عن حروب أو تزويد أوكرانيا بأسلحة. حقيقي أنا شايف إن الفترة اللي جاية دي، حتى الخطوة الأخيرة اللي روسيا أخدتها بالانسحاب من شرق النهر، أوكرانيا بتروجها إعلاميا على إنه انتصار عسكري ساحق لأوكرانيا، لكن هو في الحقيقة خطوة أنا شايفها خطوة في الاتجاه الدبلوماسي. إحنا بنتمنى التهدئة فعلا والسلام لكل دول العالم. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد عبد الخالق الكاتب الصحفي بجريدة روزا اليوسف. بشكر حضرتك أستاذ محمد، شكرا جزيلا على تحليل حضرتك الصحفي الأكثر مرارة. شكرا لحضرتك أستاذ محمد. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة. هنتكلم فيها عن ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة خصوصاً ما بين ولادنا في سن المراهقة وطبعاً المدارس، وهي ظاهرة الإدمان. نعرف إزاي إن ولادنا يعني لا قدر الله مدمنين، أو بياخدوا حاجة، بيشربوا حاجة، أو كمان دلوقتي الموضوع تطور قوي وبقت حاجات غريبة علينا مش زي ما احنا كنا عارفينها. أسباب الإدمان إيه؟ إزاي نقدر نوعي ولادنا والأم والأب يكونوا واخدين بالهم؟ ده موضوعنا اللي نتكلم فيه النهاردة بشكل تفصيلي مع ضيفتنا اللي معانا عبر ماسنجر، دكتورة أميرة الأوللي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري. صباح الفل يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. يعني زي ما قلت لحضرتك أو مع حضرتك إنه إحنا بنعاني من هذه الظاهرة كده بقالنا فترة، وانتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير ما بين ولادنا في سن المراهقة، فأباء وأمهات كتير جدا بقوا مخضوضين مش عارفين يعني نعرف إزاي أو نراقب ولادنا إزاي، نتابع معهم إزاي. خلينا نبدأ مع حضرتك في الأول بتعريف الإدمان. إيه هو الإدمان؟ اولا طبعا الظاهره دي بقت منتشره جدا، وخصوصا بين المراهقين طبعا، وبرده في مرحله الشباب، وللاسف بتكون موجوده برده في كل المراحل العمريه على فكره. في اطفال برده مدمنين. نبدا الاول بتعريف الادمان. الادمان هو رغبه قهريه في تعاطي الماده المخدره او الحصول عليها باي وسيله كانت، مع ميل كمان لزياده الجرعه المتعاطاه دائما. ده بيسبب تعب نفسي وتعب جسماني طبعا، وده بيتأثر به الفرد وبيتأثر به المجتمع، وبيعود ده كله على الطفل أو على الحالة اللي بتتعاطى المادة المخدرة. هل في فرق يا دكتور ما بين الإدمان والتعاطي، ولا الاثنين واحد؟ طبعا لا 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 لا، في فرق كبير جدا بين الإدمان وبين التعاطي. بصي، المدمن دايما تلاقيه معتمد اعتماد أساسي على المخدر، اعتماد نفسي واعتماد جسمي، حياته ما بتتظبطش
بتشفي من غير المخدر. أما المتعاطي هو مرتبط نفسيا فقط بالمخدر، يعني ممكن يستغنى عنه. المدمن دايما تلاقي عنده تغير كبير جدا في سلوكه، بيكون واضح وبيكون ملحوظ، تغير في السلوك النفسي وتغير في السلوك العدواني، وسلوكياته كلها تكاد تكون بتنقلب 180 درجة. المدمن بيتعاطى المخدرات بكمية كبيرة جدا، بياخد جرعات كبيرة. المدمن بيتعصب لأتفه الأسباب. المدمن لما بتيجي تعالجه بيتعرض لأعراض انسحاب كبيرة جدا، بيكون فيها كل حاجة في جسمه مضادة ليك في الاتجاه. المدمن بيحتاج برنامج علاجي كبير جدا، بيخضع لإشراف طبي وإشراف نفسي علشان يتعالج. أما المتعاطي سلوكه ما بيتغيرش، بيكون ثابت جدا في سلوكياته، بيكون عارف كويس قوي هو بيعمل ايه. بياخد الجرعات بتاعته المخدرة جرعات ثابتة. هو كمان ما بيبقاش عنده اعراض انسحاب، يعني انا ممكن يتعاطى حالا ولما اثر المخدر وقت يروح خلاص، في هو بقى فري، الدنيا ماشية معاه كويس. وما بيحتاجش لبرنامج علاجي علشان ان انا اعالجه، بس بيحتاج تعديل سلوك وبرنامج سلوكي علشان يغير بس من سلوكه اللي هو سلوك التعاطي. ده فرق كبير جدا ما بين الادمان والتعاطي. طبعا. طيب طبعا هروح مع حضرتك لنقطة تانية ومهمة جدا، وهي فكرة أسباب الإدمان. إيه السبب اللي يخلي ابني أو بنتي في سن المراهقة أو هو شاب يدمنوا ويتعاطوا مخدرات؟ أول سبب لأسباب الإدمان الأسرة. بصي، أي سبب أو أي مشكلة أنا شايفة أن بيتعرض ليها الطفل أو الشاب هو الأسرة في المقام الأول. الأسرة والبيئة اللي الحالة دي اتربت فيها والمجتمع. طبعا ممكن يكون الأب مدمن، الأب بيتعاطى، فطبعا بناء عليها يطلع الابن بيقلد نفس الكلام، هيطلع بيتعاطى مواد مخدرة برضو. وبعدين في تجار مخدرات ولادهم للأسف بيتظلموا في المجتمع، وبيطلع بيبقى الولد نفسه انه يطلع حاجة، بس للأسف الوضع اللي هو اتربى فيه هو مش قادر يتحرك منه، فبناء عليه هو بيتحول هو كمان لمدمن، وقد يكون تاجر وقد يكون متعاطي على حسب بقى وضعه واستعداده النفسي للحالة دي. طبعا التربية هي الأساس، ودايما المشاكل الأسرية ومشاكل الانفصال، انفصال الأب والأم، وإن الطفل بيحاول يلهي نفسه في أي حاجة، خدي عندك الصحاب، دي مصيبة. الصحاب لازم نختار لولادنا صحابهم ونعلمهم ازاي يختاروا صحابهم، لان الصاحب ساحب. والادمان ما فعلا ملوش كبير، طالما ان الطفل او الشاب جرب مرة بيحب يجرب التانية والتالتة، وبعدين الشباب بيغروا بعض، بيحطوا بعض في مربع المنافسات في المخدرات بالذات. بتلاقي ده ده انت مش هتاخد النهاردة، ده انت عيل، ده انت مش قادر، ده انت ده انت بقيت مش راجل. بيقعدوا يستفزوا بعض بطريقة ان هو يجبره ان هو يتعاطى المخدرات او يوصل فيها لمرحلة الادمان. طب حضرتك ذكرت يا دكتور ان الطفل ممكن يكون طفل مدمن، ايه نوع الادمان اللي ممكن ياخده طفل او عن طريق ايه؟ بصي حضرتك، الادمان ليه انواع كتيرة جدا. عندك ادمان المخدرات، عندك ادمان الجنس، عندك ادمان الانترنت، عندك ادمان التسوق والعاب الفيديو، ادمان الجراحات التجميليه، عندك ادمان الطعام، عندك ادمان فعل المخاطر. بالنسبه لمرحله الطفوله غالبا بيبقى عنده بعض انواع المواد المخدره. طبعا بعد حالات الانفصال بتلاقي الطفل اتجاهاته يا اما للشارع، يا اما لاصحاب السوق، يا اما القريب يربيه، يا اما الام تروح تتزوج ويروح يعيش مع زوج الأم اللي هو قد يكون بيعامله معاملة سيئة. بيبدأ الطفل ان هو يتجه اتجاه للمخدر كنوع من انواع التجربة مرة، وبعد كده التعود، وبعد كده بيوصل لمرحلة الإدمان، وبعد كده بتلاقيه مرمي في الشارع، بيبدأ مثلا بيشم كلها، بيبدأ يتعاطى مواد مخدرة حبوب، بيبدأ بعد كده يتجه اتجاهات للمواد المخدرة الكبيرة. ولذلك الطفل لازم حتى لو الأب والأم لما ييجوا ينفصلوا ما يحطوش الطفل في الدائرة اللي هم عايشين فيها أبدا، دائرة الانفصال ودائرة الصراعات، عشان هو الضحية الوحيدة اللي بتكون موجودة في الحالة دي. لو انتم مش عايزين ولادكم بالطريقة اللي احنا بنشوفها دلوقتي والظاهرة اللي موجودة، بحس ان الأبهات والأمهات بيحاربوا أولادهم أساسا. اللي بيرمي في الشارع،
واللي بيعلمه التسول واللي بيخليه ان هو يروح يشتغل شغل الاطفال. طبعا دي كلها شغل لازم الدوله تتجه اتجاهات كبيره جدا في حرب الظاهره دي. وطبعا عندنا منظمه حقوق الطفل بتحمي الطفل من الحاجات دي كلها وبتعمل قوانين صارمه جدا في عقاب الاب والام اللي بيرموا اولادهم. وطبعا دي كلها حالات احنا شايفينها على المستوى اللي احنا شايفينه المجتمعي بتاعنا. يعني نبدأ نبرز مع حضرتك أهم الأسباب. في أول حاجة هي البيت، الأم والأب هم البيت والأسرة. نتاج معك البيت ومعك الأسرة، الأب والأم. كمان يا دكتور حضرتك ذكرتي الأصحاب، يعني إزاي نختار صحابنا طبعاً. دي نقطة مهمة جدا. طب فكرة الرقابة يا دكتور طبعاً. إزاي طبعاً. يعني يكون عندي، هو ينفع الأول إن أنا أراقب ابني أو بنتي طول الوقت؟ دكتور أميرة حضرتك سمعاني؟ بصي هقول لحضرتك اني اراقبه اتفضل. وفي فرق كبير جدا بين اني اصاحبه. ايوه انا سامع حضرتك يا فندم. اتفضل. في بقول لحضرتك في فرق كبير جدا بين اني اراقب ابني وفي فرق بين اني اصاحب ابني. اصاحب ابني يعني انا وهو دخلنا مع بعض في علاقه كده، لكن اني اراقبه هو بعيد عني كده وانا ببص عليه وهو هنا. لكن انا كده ببص فبراقب، لكن لما اكون صاحب انا كده معاه. لما تصاحبي ابنك مجبر ان هو هيجي من المدرسه اول حاجه هيعملها، او يجي من الشارع او يجي من شغله لو شاب هيحضنك الاول، هيترمي في حضنك سواء كنت اب او ام، وهيبدا يحكي. طالما وثق فيك انك صاحبه ومش هتاذيه ومش هيكون ليك رد فعل عنيف على الحكايه اللي هو هيحكيها، وهتمتص غضبه ايا كان وهتنصفه وهتقف جنبه لو كان مظلوم سواء كان في المدرسه او في شغله او مجتمعيا او زوج او زوجه او بنتك او اي حد من ايا كانت العلاقه الموجوده، ثق تماما ان ابنك عمره ما هيخرج بره حضنك. ويا جماعه اللي ما بيحضنش عياله ويحافظ عليهم، في اللي بره اللي هيطبطب وهيحضن بدالك وهياخد. صحيح. يعني تعبك وتعب عمرك كله فعلا بيبقى ضاع على الارض وراح في حاجات تجربه ادمان، وانت في الاخر اللي بتندم لان بيجي عليك يوم من الايام بتحتاج لابنك فما بتلاقيهوش، ما انت ما وقفتش جنبه وهو صغير، فما تستناش ان هو وانت كبير ومحتاجه ان انت هتلاقيه اصلا. طب دكتوره اروح مع حضرتك لسؤال مهم جدا اعتقد يعني هو الابرز في حوارنا النهارده. ازاي انا كأم وكأب اعرف ان ابني مدمن؟ يعني هل في اعراض بتظهر على الشخص تعرفني اذا كان هو ممكن يكون مدمن بيشرب حاجة او مدمن اي حاجة معينة؟ طبعا بصي احنا ولادنا بنبقى حافظين شكلهم، بتبقى خلاص طالما انت عامل علاقة كويسة جدا مع ابنك وبتحضنه وبتطبطب عليه ومحتويه ومحتوي مشاكله ووضع لها حلول وكل الحاجات دي بتخرج بنتيجة حلوة جدا، ان عينك دي بتلاحظ قبل وبعد. وهو ده دورنا فعلا، احنا ملناش هدف في الدنيا غير ان احنا نحافظ على الاستثمار بتاعنا في ولادنا. هتبدأ تلاحظ على ابنك انه عايز على طول، عاوز ينام على طول، بتجيله زي رعشة في ايده وفي جسمه. انت لو قاعد معاه وبتذاكر بتبدأ تلاحظ حاجة زي كده، بتلاقي دايما عيونه فيها احمرار وفيها اتساع. الحدقة دي بدل ما هي طبيعية كده، لا بتلاقي حدقة عينه فيها اتساع كده. بتلاقي عنده إهمال جدا شخصي، إهمال في نفسه، بتلاقيه خلاص ما عادش بيتعود على النظافة. لو هو متعود على برنامج معين جوه البيت في النظافة بتلاقيه خلاص مش متعود عليه، بتلاقيه مهمل في كتبه في واجباته المدرسية، مفيش عنده تركيز، بتلاقي عنده فقدان في الشهية أو ميل كبير جدا للأكل على غير المعتاد. يعني أنت لو واخد عليه أنه بيأكل كميات معينة يا فجأة بتلاقيه ما بيأكلش خالص، يا فجأة بتلاقيه بيأكل قد اللي بيأكله ده 3-4 مرات كمان. بتلاقي حوالين العيون سواد كبير جدا، بتلاقي عنده اضطرابات في النوم، دايما قلقان مش عارف ينام. طب انا لو هو بيفكر على فكره ان هو هل لو انا قمت خدت الحاجه اللي انا باخدها دي هل هي هتهديني، هل هتخليني تنام، هل هتديني باور لبكره، هل هتخلي مزاجي كويس، هل هتخليني اقدر اقاوم اي حد بيتعرض لي في المدرسه او في الشارع مثلا او بابا او ماما او اي ضرب من الاخوات او اي اذى نفسي او سلوكي او عدواني هو بيتعرض لي. كمان بتلاقيه الفروق الكبيرة جدا اللي بتلاقيها في درجات المدرسة وفي علاقاته مع زمايله وسلوكه العدواني، بتلاقيه عصبي لأتفه الأسباب، بتلاقيه تغيير كبير جدا في كل سلوكياته اللي انت كنت متعود عليها. انت بتتفاجئ ان انت كنت راسس مجموعة من السلوكيات كلها فوق بعضها، انت هوب حصلت حاجة دروب وقعت لك كل اللي انت عملته وبقيت ملاحظ حاجة زي كده. من هنا بتبدأ
ان انت عينك دي تابعت ولحظت وانت صاحب. لو انت في حالة ان انت صاحب هتقدر ان انت تتناقش مع ابنك وتعرف ايه اسباب التغير اللي هو وصلت له، او تبدأ تتابع من على بعد، او تبدأ تسأل من وراه طبعا وتدور في اشيائه علشان تعرف ايه السبب في تغيير سلوكه. على فكرة ممكن يكون السبب مش الادمان بالزبط. ممكن يكون السبب تعرضه لإزاء نفسي، تعرضه لنوع من انواع التحرش، ما هو ده ادمان برضو عند الناس. يعني الحاجات دي كلها انواع من انواع الادمان. صحيح. ممكن يكون مدمن هو اللي بيعتدي عليه. فلازم نكون أصحاب جدا لولادنا علشان نعرف إيه نوع الإزاء اللي هو تعرض له، أو إيه نوع الإدمان اللي هو وصل لي. ممكن يكون مدمن على الإنترنت، ممكن يكون هو فعلا طول الليل والنهار فاتح الموبايل زي ما احنا بنشوف، أو التاب أو اللاب زي ما احنا كل وسائل التكنولوجيا اللي موجودة عند ولادنا دي نوع من أنواع الإدمان. ولذلك لازم تنظموا الوقت بتاع الوقت وتعمل علموهم إدارة الوقت جدا في استخدام وسائل التكنولوجيا دي كلها. طب دكتور، يعني خلاص انا كأم وكأب اكتشفت ان ابني مدمن، ايه مراحل العلاج بتاعه الادمان؟ ابدا اعمل ايه؟ يعني انا كأم ابدا ايه اول خطوه اخطوها؟ بصي انا خلاص اوريدي اتاكدت تماما وعملت كل المتابعات بتاعتي تمام. وعرفت ان ابني خلاص مدمن تمام. ابدا اعمل انا بتواصل مع طبيب طبعا، علشان طبيب واخصائي نفسي تمام. علشان ابدا اعالج ابني. طالما انا ام واب واكتشفت ان انا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني الابتلاء ده، لازم الاول احمد ربنا وابدا اتجه لربنا سبحانه وتعالى وابدا افوق من الغيبوبه اللي انا كنت فيها والوضع اللي انا حاطط نفسي فيه والكارير اللي انا كنت مغيره، واشوف سلوكياتي ايه الاول، الغلط اللي انا عملتها مع ابني وصلته للمرحله دي، وبناء عليه ابدا اغير من سلوكياتي انا الاول، وابقى عندي الاستعداد النفسي ان انا اطلع الحاله دي كلها واحييها، وفعلا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. فابدا الاول اعمل تقييم للحاله اللي قدامي، ايه درجه الادمان، ايه نوع الادمان اللي هو بياخده، وبعد كده ببدا مرحله طرد السموم من الجسم. طبعا ده ما بيكونش في البيت، الادمان علاجه مش في البيت خالص، ده بيكون في مصحات وعيادات واماكن متخصصه مع اطباء متخصصين. مش اي حد يعالج ابنك صحيح. من الادمان مش اي حد يجي يفتي ويبدا يستنزف الاب والام في موضوع علاج الادمان، ويبداوا يودوه اماكن فيلل ومش عارف ايه حاجات كده بتعمل اعلانات ان هي متخصصه في المكان ده. لكن امشي مع المكان الصح ومع الطبيب الصح اللي يخاف ربنا واللي يوصلك ان المرحلة للشفاء. بعد ما ببدأ طبعا مرحلة التقييم، تاني مرحلة هي مرحلة طرد السموم من الجسم، تالت مرحلة بعد ما بتخلص من دي وتكون اصعب مرحلة هي مرحلة طرد السموم من الجسم، لان بيحصل فيها كمية كبيرة جدا من التشنجات والعصبية، قد تصل طبعا الى ضرب المعالج، وبتصل في بعض الاحيان في الحالات الكبيرة ان المريض والمدمن بيتحبس وبيتكلبش علشان تقدروا ان انتوا يقدر الطبيب يتعامل مع الحاله طبعا في مرحله طرد السموم دي. بعد كده بدخل في مرحله التاهيل والعلاج النفسي السلوكي، ان انا بغير السلوكيات اللي اتغيرت اصلا نتيجه الادمان دي، وبعمل تعديل معرفي سلوكي معايا بالاخصائي النفسي. وبعد كده كمان هو كده خلاص نقول ان هو حطيناه في الكادر اللي هو في مرحله التشافي. هل كده احنا خلصنا؟ لا طبعا، أنا بدخل في مرحلة المتابعة بعد التعافي طبعا، ومرحلة الإرشاد الأسري، وإزاي الأسرة تبقى عاملة زي المظلة فوق دماغ ابنها كده علشان تحميه من مرحلة الانتكاسة بالزبط. إن هو ما يخرجش من تحت مظلتها ويرجع تاني ينتكس، يوم يدخل في مرحلة إدمان أسوأ من المرحلة الأولى في كل مراحل علاجها. طب ايه اعراض الانتكاسة يا دكتور؟ يعني انا خلاص انا حاسة ان ابني تعافى واحنا مشينا على كل الخطوات اللي حضرتك قلتيها ولقيته بيرجع تاني للموضوع للادمان تاني، ايه هي اعراض الانتكاسة؟ بصي هو لو حضرتك الحالة معمول لها متابعة بعد التعافي هو مش هينتكس اوريدي، هو مش هينتكس. لكن لو لا قدر الله هو وصل لمرحله الانتكاسه، بتلاقي الاعراض الاولى اللي احنا قلنا عليها خالص، اللي هي قلنا عليها الاعراض الادمان، بتلاقيها اعراض مضاعفه، وقد تصل على فكره في مراحل الى ارتفاع ضربات القلب وانخفاض ضربات القلب، وبتخش في مشاكل صحيه كبيره جدا بتؤدي للوفاه. يعني المراحل الادمان بيؤدي للوفاه نتيجه التعاطي الكتير قوي 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 قوي، بياخد جرعات مضاعفه علشان يوصل لمرحله
المزاجية اللي هو عايز يوصل لها، أو مرحلة التعود النفسي خلاص والتغير في المزاج والاكتفاء النفسي والاكتفاء الذاتي من المخدر، هو ما بيكتفيش وبعدين بيبقى بينوع كمان بقى بيغير، يعني مرة إدمان حقن، مرة إدمان كحول، مرة إدمان أنواع الحاجات اللي بتنزل في السوق الجديدة، الاستيرادات الغريبة اللي احنا بنشوفها اللي بنسمع عنها، كل ده بيؤدي لأعراض الهلوسة وأعراض كبيرة جدا بتأدي بتاخد البني آدم فعلا بالمشاكل الصحية اللي بتحصل له للوفاة. طب دكتور عايزة أروح مع حضرتك كمان لدور المدرسة تجاه الطالب وتحويطه أو تحويط المدرسة على الطالب علشان ما يكونش فيه أي يعني مشاكل خاصة بالإدمان، تقدر تعمل ده إزاي؟ بص يا فندم، أولا المدرسة، الأسرة، بعدين المدرسة. طبعا دلوقتي الأسرة بتروح تنسحب عشان رايحة شغلها، اتبقت مين؟ المدرسة اللي الطالب أو الطفل بيقضي فيها أغلب يومه. المدرسة لها دور كبير جدا في المتابعة، متابعة السلوك بتاع الطالب، بنعمل تقييم سلوكي للطالب، المفروض الأخصائي النفسي بتاع المدرسة بيبقى متابعه، بيراقبه بمعنى أصح جوه المدرسة، بيعرف هو هل سلوكه تحول مثلا من سلوك طفل عادي لسلوك علدواني، هل الطفل ده تعرض لأي أنواع من أنواع الإزاءات النفسية أو الجسدية، هل اتعامل معاملة مش كويسة، هل في طفل فعلا جاي من بيئة مش كويسة مختلط مع الأطفال دي وبناء عليها يبدأ يصدر لهم سلوك الإدمان أو سلوك التعاطي. لازم طبعا الحاجات دي كلها تبقى المدرسة بتبعيها. الأخصائي الاجتماعي اللي طبعا اغلب المدارس اصلا مش ما بيكونش عندها المتابعات دي موجوده بصفه دوريه جوه المدرسه، المفروض الحاجات دي كلها بتتعمل بتقرير يومي، وبعد التقرير اليومي اعمل تقرير اسبوعي، بعد التقرير الاسبوعي بعمل تقرير شهري، وبناء عليه بعمل تقرير عن الحاله اللي قدامي. بيبقى متكامل الاركان من جميع النواحي، وبناء عليه ببدا اعرف سلوك الحاله دي اتغير ما اتغيرش. ولكن نظرا لكثرة الكثافة اللي موجودة جوه الفصول في المدارس الحكومية طبعا وفي بعض المدارس التانية، فبيكونش فيه الرقابة والمتابعة الكاملة غير بعد اكتشاف الكارثة اللي بيقع فيها الطفل أو الطالب. ولذلك يجب على المدارس وعلى الوزارات إن هي تعمل تدريب كامل للمدرسين وللأخصائيين النفسيين وللأخصائيين الاجتماعيين، يخليه لديه القدرة ان هو يعرف يتعرف كويس جدا ويتواصل جدا مع الطفل، ويعمل قنوات اتصال مع الطفل نفسه ومع ولي الامر، ويكون المدرسة والاسرة حلقة واحدة متشابكة مع بعضها بالزبط. لاجل مصلحة الطفل واكتشاف حالات الادمان دي كلها. طب ناخد من حضرتك يا دكتور اخيرا، احنا وقتنا تقريبا انتهى، بس انا عايزة اعرف من حضرتك كده روشتة او في نقاط كده لكل ام واب بيسمعونا، ازاي نقدر نحتوي ولادنا على قد ما نقدر. في المقام الاول حبوا ولادكم جدا، ولادكم دي هدية كبيرة جدا من ربنا وأمانة هتتسأل عنها يوم القيامة، حبوهم احضنوهم طول ما انت مفروض ان انت رايح جاي، لو انت عندك ولد او بنت في مرحلة لازم تفضل تحضن ابنك فيها عشان محدش برا يحضنه ويخطفه من حضنك، طول ما انت عامل له اشباع نفسي واشباع جسدي في الاحضان وفي الحب وفي القبلات وفي كل حاجة واشباع مادي، خلاص ابنك مش هيطلع من تحت ايدك ولا هيكون محتاج لاي حاجة من حد برا بمعنى صح، واي حد هيحاول يغريه برا هتلاقيه بيجري جري عليك علشان يكلمك. ابعد عن المقارنات، اوعى تقارن ابنك في درجاته في المدرسة. صحيح. انت يهمك ابنك ولا يهمك الدرجة اللي بتجيلك في الشهادة بالزبط. علشان انت تقعد تكون فخور بيها قدام قرايبك وقدام زمايلك، وشوف ابن خالتك جاب كام وابن عمتك جاب كام، ما انت كده بتقهره. لا، قول له، ولما تلاقي ابنك عنده سلوك مش كويس، انا بحبك بس مش بحب فيك السلوك ده. حاولوا على قد ما تقدروا تحتوي ولادكم وتضللوا عليهم وتاخدوهم في حضنكم وتحلوا مشاكلهم قبل ما حد بره يحلها لهم. صحيح. وبناء عليه احنا فعلا هنوصل مع اولادنا مرحلة الصداقة لمرحلة الصراحة في التحدث وفي احياء المشاكل والحاجات دي كلها، وهنبدأ نوضح حلول للمشاكل. صحيح. دي ونبدأ نكون سند ليهم وظهر ليهم، مش نعنفهم علشان هم جايين مظلومين وجاي مضروب من بره، او ما انا ماسكهم عاقبهم زود. صح. عليه الحمل زيادة. لا، احضن وطبطب وحل المشكلة ولاقي لها حل، وحسس ابنك فعلا ان انت في ظهره، لان الزمن اللي احنا فيه كله محاط بالاعداء من جميع النواحي، التكنولوجيا، الصحاب اللي انت ما تعرفش عنهم حاجة، انت مشغول طول النهار ومش لاقي وقت ان انت تقعد مع ابنك. لازم كل يوم الاب والام والاسرة كلها تشيل الموبايلات اللي داخل البيت بالليل. بنعمل كده زي علبة صغنونة عليها ورد صغير كده عند مدخل البيت، وكل اللي داخل يحط فيها الموبايل.
وادخل اعمل حلقة تواصل حديث بينك وبين ولادك، اعرف يومه كان عامل ازاي، قابل مين، قعد مع مين، مستر عمل معك النهاردة، دنيتك فيها ايه، واحكي له عن نفسك كتير وخد رأيه في حاجات كتير، تدي له ثقة في نفسه ان هو مفيش حد ابدا يقدر ان هو يتعدى حدوده معاه. هو عارف حدوده مع نفسه. صحيح. بشكرك جدا يا دكتور، وحقيقي فعلا لازم نحتوي ولادنا ونحبهم قوي قوي زي ما حضرتك قلتي. بشكرك جدا دكتورة أميرة الأوللي استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور طبعا على حديث حضرتك الأكثر من رائع، نورتينا دكتور أميرة. شكرا حضرتك. شكرا لحضرتك. صباح السعادة. مشاهدينا فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت، نشوفكم الأسبوع الجاي وحلقات جديدة من برنامجكم صباح النور.